بسم الله ما شاء الله. هذا في معنا فورد تورس 2018-19، طبعا اصحاب الذوق الرفيع اللون الاحمر ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له ويعطي خيرها في شرها ما شاء الله تبارك الله. سيارة نظيفة وجديدة، لكن حصلت مع مشكلة في الشاشة اللي هي انطفت الشاشة معها بالمرة. ضبطناها الآن ما شاء الله تبارك الله. الآن شغالة معنا، كل شيء شغال، كاميرا الخلفية شغالة، التكييف شغال، هنا الراديو المسجل مع البلوتوث ولا على الراديو. الاستراحات هنا كذلك، التكييف كل شيء شغال معنا ما شاء الله تبارك الله، كذلك الكاميرا الخلفية، كذلك الدركسون كل شيء شغال رجع معنا مكانه ما شاء الله تبارك الله، كذلك الأبل كاربلي جربنا قبل شوي شغال معنا ما شاء الله تبارك الله. ها حبيبنا وش رأيك، مضبوطة 100%؟ وكالة رجعنا لك وكالة، الله يبارك لك ويعطيك خيرك في شرها إن شاء الله. رجال اشترك في القناة متابعة كل جديد. أخوكم أبو لؤي 0577993772.